الرئيس السيسي يفتتح مصنعي إنتاج الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية في أبو رواش بالجيزة. الرئيس السيسي يؤكد أهمية وجود حوار مجتمعي حول قانون الأحوال الشخصية. بوتين يوقع مرسوما بشأن سكان المناطق الجديدة، وزيلينسكي يطالب مساعدة الهند تنفيذ صيغة السلام. نشرة إخبارية تأتيكم من القاهرة، أهلا بكم، والبداية مع الزميل كريم حاتم. إليك يا كريم. شكرا لك يا آلاء، أهلا بكم مشاهدينا الكرام. شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاح مصنعي الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية بمجمع الصناعات الكيماوية بمنطقة أبو رواش بمحافظة الجيزة. وأجرى الرئيس السيسي جولة تفقدية بموقع المشروعات الجديدة، استمع خلالها لشرح مفصل عن سير العمل بها. وفي مداخلة له خلال الافتتاحات الرئاسية، دعا الرئيس السيسي إلى التكاتف لمواجهة ارتفاع أسعار السلع وتخفيف عن المواطنين، مؤكدا حرصه على عدم إخفاء أي حقائق عن الشعب. اوعوا تكونوا فاكرين انتم احنا مش حاسين كبني آدمين وكمسؤولين ان الأسعار حمل على الناس، بس والله ما في أكتر من كده نقدر نعمل. يعني كل يعني بقى شرحت حاجه واحده بس في موضوع واحد، لو كلمت على الكهرباء هتلاقي نفس الكلام. لو والله النهارده الدكتور شاكر حب يسعر الكهرباء هو والشركه والبترول بالتكلفه الحقيقيه، والله انا مش بتكلم على اللي احنا بندعمهم، الكلام ده انا قلته قبل كده، انا بتكلم على حتى اللي احنا كنا وصلنا ان احنا حررنا السعر بتاع الكهرباء بالنسبه لهم، اللي هي الشرائح الكبيره قوي اللي هي اعلى نسبه استهلاك. لا قدرنا نعمل كده مع المصانع ولا قدرنا نعمل كده مع المواطنين، بس انت بتعمل ده كله منين؟ ما محدش بيجيب حاجه من جيبه، مش كده يا دكتور مصطفى؟ مش من جيبنا يعني، لكن ده من قدره البلد. فانا بقول الكلام ده عشان كلنا نتكاتف، لان الاحظ ان بعض الناس يعني يقول لك ده فرصة إن احنا نعلي الأسعار شوية نكسب، نقول ما فيش دولار ما فيش، ده بالعكس، ده الوقت ده هو الوقت اللي احنا فيه يعني يبرز فيه إن احنا حرصنا على الناس وإن احنا ما نغليش الحاجة على الناس. احنا بنتكلم في أكل وشرب. هذا ووجه الرئيس السيسي الحكومة بالإعلان عن حجم البضائع التي سيتم الإفراج عنها من المواني، مشيرا إلى أن البنوك المصرية ستغطي المطلوبة بالدولار لصالح اعتمادات خروج السلع من المواني. كنا قلنا من شهرين إن احنا محتاجين المستلزمات اللي موجودة في المواني تطلع يا دكتور مصطفى، فكان بيعرض عليا من يومين الخطة بتاعة خروج هذه المواد، وأنا مش بعلنها للناس، احنا قلنا كلام بس وبننفذه إن شاء الله. فطبعا البنوك المصريه هتغطي المطلوب بالدولار على طول لصالح الاعتمادات ديت في خلال 3-4 ايام، وارجو ان احنا نطلق هذا الامر يعني بتغطيه اعلاميه ومناسبه، الناس تشوف حجم المواد اللي هتخرج من المواني خلال الفتره القليله اللي هو يومين ثلاثه الاسبوع اللي جايين دول، عشان نبقى يعني الحمد لله انهينا المشكله ديت. وأكد الرئيس السيسي أن الدولة سعت لإنتاج بعض الصناعات الاستراتيجية كالكلور والغازات الطبية لتوفير الاحتياجات المحلية وتقليص الضغط على الدولار. احنا لما اتحركنا في موضوع بعض المواد اللي احنا قلنا عليها ان هي خاصة واستراتيجية للدولة دكتور مصطفى، قلنا من ضمنها الكلور ومن ضمنها الغازات الطبية اللي احنا النهاردة بنفتتح جزء منها او بنفتتحها. يعني لما اتكلمنا في الموضوع الغازات الطبيه كان المفروض ان احنا انتاجنا كان قبل كده الى حد ما يكفينا، لكن جت ازمه كورونا وكانت مشكله بالنسبه لنا، مش كده؟ تمام. وبالتالي قلنا لا، احنا لازم يكون عندنا الكميات اللي تكفي الواقع اللي احنا موجودين والتطور المحتمل في الخدمه الطبيه خلال السنه الجايه، مش كده؟ صحيح. كويس. الكلور بقى ايوه احنا برضو بنقول من دلوقتي ليه؟ لان يعني التطورات اللي موجوده في العالم دلوقتي
مخليه مفيش استقرار في موضوع التعاقدات. صحيح. مش كده؟ ايوه. وبالتالي الحاجه اللي حتى اللي كنا بنتعاقد عليها بتكلفه معينه بقت التكلفه بقت زياده والتوقيتات بقت مختلفه. وبالتالي احنا محتاجين نفكر في ان الحاجات اللي انتوا واخدين خط فيها بنعتبرها مع بعض حاجه استراتيجيه للدوله ما نقدرش نستغنى عنها، سواء كان بالاستيراد ان احنا قلنا هنستوردها من بره، نتيجه برضو ان سلاسل الامداد خلال الثلاث سنين اللي فاتوا، السنتين بتوع كورونا والسنه بتاعت الحرب الروسيه الاوكرانيه، قالت ان ما امكن ان احنا يبقى عندنا انتاج ذاتي او انتاج محلي ذاتي لبعض الموضوعات اللي احنا ما نقدرش نستغنى عنها. وأكد الرئيس السيسي أهمية الاعتماد الذاتي لإنتاج بعض المستلزمات والمنتجات التي يتم استيرادها من الخارج، مشيرا إلى أن إنتاج المواد المستوردة يسهم في تقليل الضغط على الدولار. إن احنا في بعض المنتجات اللي بنطلعها أو اللي محتاجين نطلعها أكتر عشان ما نستوردهاش من بره. عشان إيه؟ ما نستوردهاش. طب ليه مش عايزين نستوردها من بره؟ أولا عشان نشغل ناس في مصر. يعني بدل النهاردة أنا بشتري المنتج ده من بره، طب ما انا اعمله عندي والناس في العماله تبقى عماله مصريه، وبدل ما انا بدفع دولار عشان اشتريه هشتريه بالجنيه المصري. تمام. وكل ما انا اطلع منتجات، وانا بقول الكلام ده لينا كلنا، للرجال الاعمال وللمستثمرين وللحكومه وليكم، كل ما هننتج مواد بنجيبها من بره كل ما الضغط على الدولار يقل. كما أكد الرئيس السيسي أنه كان من الضروري شرح قانون صندوق هيئة قناة السويس لرجال الصحافة والإعلام لشرح الأمر بالتفصيل قبل إحالته للبرلمان، وذلك حتى يطمئن المواطن. يا فريق أسامة لما بكلمه قلت له أنت ليه ما جبتش الرجال الصحافة والإعلام وشرحت لهم الموضوع؟ مش بعد ما نخش البرلمان يا دكتور، لا قبل. ليه؟ الناس عايزه تعرف وعايزه تطمن وعايزه ان ما يكونش في حاجه غلط بتتعمل او في حاجه هتبقى غلط. وبعدين احنا مش هنقول ان ابدا ان كل من تكلم ممكن يكون عنده يعني مغرض ولا حاجه او اشاعه. في ناس خايفه، وخايفه من ايه؟ ما هو الخوف بقى سمه موجوده عندنا، مش مصدقين ان احنا نقدر نعمل. لا احنا نقدر نعمل، وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله هنعمل وهتشوف. وفي حديثه عن قانون الأحوال الشخصية أكد الرئيس السيسي أن النخبة القائمة على إعداد مشروع القانون أخذت كل وجهات النظر التي تم طرحها، مشددا على ضرورة وجود حوار مجتمعي حول القانون. يعني زي موضوع الأحوال الشخصية كده، احنا قلنا شوية ملامح للقانون، والنخبة اللي اشتغلت فيه من يعني مطمئنين ان هم خدوا كل وجهات النظر وتم طرحها، لان الناس دي كانت بتشوف الكلام ده وهي قاعدة على منصة القضاء على مدى 30 سنة واكتر، فشافت مشاكل كتير. فالملامح الرئيسية اللي هي اتقالت لكم كده، لكن ده مش معناه وسيد وزير العدل موجود، مش كده؟ يعني انتوا عاملين حسابكم ان انتوا تعملوا حوار مجتمعي. وأكد الرئيس السيسي حرص الدولة على تحقيق الاستقرار في مدخلات الزراعة، مشيرا إلى تحمل الدولة جزءا كبيرا من أسعار الغاز والأسمدة، وذلك منعا لارتفاع التكلفة على المزارعين والمواطنين. لو أنا بطلع الأسمدة اللي تكفيني واللي أصدر منها، أنتوا شايفين كويس قوي إن موضوع، وبرضو بقولها لإخواننا المزارعين، يا جماعة إحنا النهاردة لو الأسعار بتاعت الغاز اللي داخل في صناعة الأسمدة بيتسعر بالأرقام العالمية، التمن هيبقى غير كده خالص. بس الكلام ده إحنا حريصين على إن إحنا نعمل استقرار في مدخلات الزراعة، وبالتالي الأسعار ما زادتش. كما أشار الرئيس السيسي إلى إنشاء صندوق بوزارة الصحة والسكان بقيمة 70 مليار جنيه لخدمة مشروع التأمين الصحي الشامل. قلت له أنا عايز أقول لكم على حاجة، في البلاد اللي زي حالتنا اللي ظروفها الاقتصادية ما تستحملش الكلام ده، لازم يكون في أوعية
أوعية على جنب، والكلام ده أنا عملته في وزارة الصحة. في دلوقتي 70 مليار يا دكتور؟ فين الدكتور خالد؟ في كام؟ 70 مليار. طب ليه عملت الصندوق ده في وزارة الصحة؟ عملته عشان التأمين الصحي. لو احنا قاعدين على الترابيزة ونقول لهم يا جماعة انتوا حاطين معايير واشتراطات للبرنامج، صح كده يا دكتور مصطفى؟ ان البرنامج ده انت الدولة هتعمل انفاق على الغير قادرين، صح يا دكتور خالد؟ يا فندم. فاحنا الموازنة بتقول ايه؟ ان احنا هنقدر ان شاء الله بالنظام اللي احنا عملناه ده واللي كتير قبل كده ما قدرتش تحققه لا في بلدنا ولا في بلاد اخرى ولا في بلاد اغنى مننا ما قدرتش. فاحنا كنا النظام كان 15 سنه. طب معمول على ايه؟ على ان في قيمه الدوله هتدفعها لغير القادرين وقيمه الناس ايه؟ هي اللي هتتحمل المشتركات. طيب وجينا ابتدينا نشتغل في رفع كفاءه المستشفيات في بورسعيد والخمس محافظات التانيين، صح كده؟ مظبوط. واحنا بنتكلم قلت لهم بقول لكم ايه؟ انتوا بتحطوا افتراضات على ان الناس كلها ممكن تدفع، صح كده؟ تكون قادره على الشراء. وحطيتوا نسبه، لكن عملتوا احتياطي لنسبه محتمله غير قادره؟ قالوا يا دكتور لا. قلت لهم ما ينفعش. لازم يكون عندكم صندوق فيه رقم يتزايد وجيبوا له موارد.
تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تلبية كافة احتياجات السيدة نوال حسن عقب لقائها مع الرئيس السيسي أثناء مروره بالطريق لافتتاح مصنعي إنتاج الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية بمجمع الصناعات الكيماوية بأبي رواش. وقام التحالف الوطني بزيارة السيدة نوال وتسليمها مجموعة من الأجهزة الكهربائية الأساسية وتقديم دعم نقدي لها، بالإضافة إلى توفير وظيفة لنجلها في أحد المصانع، بالإضافة إلى تحقيق حلمها أيضا لأداء رحلة عمرة. كما تم التأكيد على توفير دعم شهري مستمر للسيدة نوال من خلال مؤسسة حياة كريمة. كانت كاميرا اكسترا نيوز قد حصلت على لقطات خاصه للرئيس عبد الفتاح السيسي اثناء ايقافه موكبه وعقب رؤيته للسيده نوال جالسه على الرصيف، حيث ادار معها حوارا ووجه بتلبيه كافه احتياجاتها. عايزه سلام يا رب يعلي مراكبك، يا رب يزيدك من عيالك، يا رب يوسع رزقك بس بالطريق يا جماعه، يخليك لينا كلها تخدمها بس، يخليك لينا كلها. قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إنه تم الإفراج عن بضائع موجودة في الموانئ بقيمة 5 مليارات دولار خلال الفترة من الأول من ديسمبر وحتى 23 من نفس الشهر. حضرتك كان دايما متواتر وكان لغاية فترة يعني أيام قليلة إن اللي موجود في المواني من 15 ل 16 مليار دولار بضائع. الرقم ده فعلا كان موجود لغاية آخر نوفمبر، الرقم بهذا الحجم. احنا حضرتك اشتغلنا الحقيقة مع البنك المركزي ومع البنوك كلها القطاع المصرفي على تأمين او الافراج عن اكبر عدد من هذه البضائع على مدار الشهر، ففعلا من يوم 1 ديسمبر ليوم 23 افرجنا عن 5 مليار دولار بضائع. الاهم حضرتك احنا حاصرين دلوقتي اللي متبقي يعني لغاية امبارح 9.5 مليار دولار اللي موجودين في المواني، ولكن الاهم اللي هم هنقدر نقول عليهم جاهزين ان هم يخرجوا واللي ليهم اهميه واللي ده اللي اتفقنا عليه مع كل الجهات بما فيهم اتحاد الغرف واتحاد الصناعات عشان الاربع شهور القادمين طبعا بما فيهم شهر رمضان، هم في حدود ال 4 مليار دولار و 4.5. ده بخلاف ان الباقي برضه حاطين له الخطه ان هو يخرج، لان احنا مش عايزين نوقف المصانع بتاعتنا ولا نقلل او نبطئ عمليه طبعا الانتاج في خلال الفتره القادمه. هذا وأشار رئيس الوزراء إلى أنه لولا مشروعات إنتاج الكلور لكانت مصر بحاجة لاستيراد أكثر من نصف احتياجاتها من الكلور بالعملة الصعبة. مصر كانت قبل هذا إنتاج هذا المشروع اللي وجه بيه فخامة الرئيس ما كانش عندنا غير مصنعين كلور هم تابعين للقطاع الخاص، هم دول اللي بينتجوا الكلور. طبيعة مصانع الكلور إن لازم كل سنة بتتعمل عمرة أو صيانة فالمصنع بيتوقف، فكانت بتبقى دايما عندنا الازمه. وانا عشان بس نتخيل احنا ازمه هنا معناها ان انا اوقف محطات ميه عن الشغل، والا كنت البديل ان انا اروح استورد الكلور بالدولار عشان اجيبه واشغل المحطات. انا هنا بتكلم على قدرات يا فندم، محطات كانت موجوده في 2015 و2016. احنا النهارده مش نفس المحطات الموجوده، احنا زودنا كميات المياه المنتجه النهارده 25 ل30% من هذا التاريخ. فلنا أن نتخيل أن لولا هذه الصناعة وهذا المصنع كنا هيبقى شكلنا إيه النهاردة لو كنا زي ما احنا، وكنا هنبقى تقريبا بنستورد أكبر من نص احتياجاتنا من الكلور من الخارج بالعملة الصعبة. دي أهمية هذه النوعية من المشروعات، إنها أولا ده أمن قومي،
لان تخيلوا حضراتكم لو وقفنا محطه ميه شرب عن العمل نتيجه لان مفيش كلور ممكن يبقى الاهالي ممكن يعيشوا ازاي، والاهم فرص عمل زي ما خفنت الرئيس قال، واللي بعد والحاجه الثالثه وهي الاهم توفير عمله صعبه كانت الدوله المصريه هتنفقها في هذا الشان. مشاهدينا فاصل قصير ثم نعود من بعد لاستكمال النشر، ابقوا معنا. يوم جديد في سلسلة الندوات التوعوية التي تنظمها مؤسسة حياة كريمة في سبيل تعزيز جهود العمل التطوعي لشباب الجامعات المصرية، حيث استضافت جامعة المنوفية ندوة تثقيفية توضح للشباب حجم الأنشطة التي تقدمها المبادرة لأهالي قرى الريف المصري. موجودين في جامعة المنوفية عشان نعرفهم أساسيات العمل التطوعي إيه، إزاي معنى أنك متطوع في عمل عام ومشروع قومي زي حياة كريمة، دورهم الكبير في التوعية للناس وإن هم يبدأوا يعرفوهم المشاريع دي ايه وطبيعتها ايه وازاي نحافظ عليها وازاي نتعامل معاها كمان. الدور اللي بتقوم بيه الجامعات او مؤسسات المجتمع المدني بنعول عليه الفتره القادمه عشان خاطر كل الجهود تتضافر فتبقى الرؤيه اوضح للشعب المصري كله. الندوه النهارده هدفها تدعيم وتعزيز جهود الشباب في العمل التطوعي للخدمه داخل حياه كريمه والتوعيه ليهم بالكلام ده وان هم يشاركوا ازاي ويقوموا بيبقى لهم دور يبقى فاعل وحاسس ان ليه قيمه ويحقق ذاته داخل المجتمع. كما توضح الندوه للطلاب جهود المشاركه الشبابيه التي تتواجد في مبادره حياه كريمه الى جانب توزيع استمارات على من يرغب في التطوع في المبادره. محافظه المنوفيه دلوقتي بقت الحمد لله يمكن عدد المتطوعين موجود فيها كويس جدا، نقدر نحن نجمع متطوعين من كل مركز دلوقتي ومن كل قريه نبدا ان احنا نشتغل معاهم. بنوزع الاستمارات عليهم بحيث اللي حابب ينضم ويتطوع معانا في مؤسسه حياه كريمه لخدمه بلده، كل واحد في المركز بتاعه في القريه يشوف ايه المشاكل اللي فيها ونقدر كلنا نساعد بعض، كل واحد في بلده سفير لمؤسسه حياه كريمه. حياه كريمه قايمه بدور تطور كبير في البلد، تطور مدارس وتطور للمستشفيات والطرق. شفنا قبل كده كل اللي حصل في كل الكره المصريه، الكره المصريه اختلفت اختلاف تام، اتحولت اكتر من 360 درجه. حابين العمل التطوعي جدا وحابين احنا نشترك في حاجه عظيمه زي دي. حبينا ان احنا نتطوع في حياه كريمه علشان نقدر نساعد الناس الاكثر احتياجاً. جذب الطلاب لفكرة العمل المجتمعي والخدمي هو الهدف الرئيسي من هذه الندوات لفتح قنوات تواصل مباشرة بين مؤسسة حياة كريمة وفئة الشباب باعتبارهم الركيزة الأساسية في بناء وتقدم المجتمع. أهلا بكم من جديد. أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اهتمام الحكومة بالمتابعة الدائمة لملف توافر السلع بالأسواق في إطار الحرص على ضمان توافر مختلف السلع للمواطنين وخاصة السلع الاستراتيجية بالأسعار المناسبة، لا سيما مع بدء الاستعدادات الخاصة بشهر رمضان المعظم. وخلال اجتماع لمتابعة موقف توافر السلع في الأسواق اطلع مدبولي على موقف الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية وتأكد من أنها في الحدود المطمئنة، كما استعرض مدبولي جانبا من الجهود التي تتم في إطار الاستعداد لإقامة منافذ بيع السلع بأسعار مخفضة معارض أهلا رمضان في كافة المحافظات ليبدأ العمل بتلك المنافذ بداية من شهر يناير المقبل. شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسي العسكري المصري بالخارج، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من الوزراء وقادة الأفرع الرئيسة وعدد من كبار قادة القوات المسلحة. شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسي العسكري المصري بالخارج، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة
وعدد من الوزراء وقادة الأفرع الرئيسية، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة، وعدد من الشخصيات العامة وممثلي وزارة الخارجية، والذي يأتي في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الإعداد والتأهيل المتكامل للضباط الذين تم اختيارهم للعمل بمكاتب التمثيل الدبلوماسي العسكري المصري بالخارج، حيث بدأت المراسم بكلمة رئيس جهاز الملحقين الحربيين تناولت تقريرا مفصلا لدورة التمثيل الدبلوماسي العسكري لعام 2022-2023. كما ألقى اللواء أركان حرب محرز عبد الوهاب القائم بأعمال رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية كلمة قدم خلالها الشكر والتقدير للقيادة العامة للقوات المسلحة لما قدمته من كافة أوجه الدعم للارتقاء بمستوى عناصر التمثيل الدبلوماسي العسكري المصري بالخارج، مشيرا إلى الجهد المبذول لإعدادهم وتأهيلهم ليكونوا قادرين على أداء المهام المكلفين بها على أكمل وجه. وألقى الفريق أول محمد زكي كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، كما هنأهم بانتهاء دورة الإعداد والتأهيل التي تسبق توليهم المنصب، وطالبهم بمواصلة الاطلاع والمعرفة في كافة المجالات والتخصصات لبناء القائد الكفء القادر على تنفيذ كل ما يكلف به من مهام، مع التمسك بالانضباط العسكري والقيم والثوابت الأصيلة للقوات المسلحة، مشيرا إلى أن عملية انتقاء تلك العناصر تمت وفقا لأسس علمية مدروسة، وأن هؤلاء العناصر هم خير مثال يحتذى به بين رجال القوات المسلحة نظرا لما يتمتعون به من مقومات تمكنهم من أداء مهامهم بكفاءة واقتدار. أعلنت وزارة الدفاع عن بدء التسجيل بسجل قيد الموردين للشركات التي ترغب في التعامل مع القوات المسلحة عن العام المالي 2023-2024، وذلك في إطار حرص القوات المسلحة على تيسير الإجراءات لشركات القطاع المدني التي ترغب في التعامل معها. وأضافت وزارة الدفاع أنه سيتم فتح باب التسجيل للشركات المحلية المتقدمة لأول مرة والتي ترغب في التعامل مع القوات المسلحة عن العام المالي 2023-2024 من خلال قيام تلك الشركات بتسجيل البيانات الخاصة بها على موقع منظومة إصدار الموافقات الأمنية اعتبارا من الأول من يناير المقبل، مشيرة إلى أنه عقب ذلك يتم إخطار الشركات على الموقع بكافة البيانات والأوراق المطلوب استيفاؤها وحجز موعد لتقديمها لمجمع خدمات الأمن الحربي. واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها على مستوى الجمهورية في ضبط العديد من القضايا التموينية والتي أسفرت عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، نتابع في التقرير التالي. تتواصل الجهود الأمنية للتصدي للجرائم التموينية المتنوعة. في هذا السياق شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة حملات أمنية مكبرة تنسيقا وقطاع الأمن العام ومديريات الأمن، أسفرت عن ضبط أكثر من 66 طن دقيق بلدي مدعم قام مالكه ومسؤول عدد من المخابز البلدية ومستودع دقيق بلدي بالجيزة وقنا وشمال سيناء بالتصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء، وضبط قرابة 195 طن دقيق أبيض تم حجبها عن التداول بالأسواق بهدف بيعها بأزيد من السعر المقرر وبأسعار السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة بالقاهرة والجيزة والقليوبية، وضبط 27 طن ملح طعام تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق بالجيزة والشرقية والمنوفية لبيعها بأزيد من سعرها المتداول. ونجحت الأجهزة الأمنية في إطار استمرار تصديها لجرائم حجب السلع عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها في ضبط أكثر من 52 طن مواد غذائية متنوعة تم حجبها عن التداول بالأسواق بالجيزة والقليوبية، وضبط أكثر من 22 طن أرز أبيض تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق بالقليوبية والدقهلية لبيعها بأزيد من السعر المتداول. وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 120 طن أرز شعير بحوزة اثنين من مالكي مخازن بدون ترخيص لتجارة الحبوب بالدقهلية والشرقية قام بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق وبيعها بأزيد من السعر المتداول.
ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط 556 طن أعلاف حيوانية وداجنة غير معلن عن أسعارها، وتم حجبها عن التداول بالأسواق لبيعها بالسوق السوداء بالجيزة والقليوبية والشرقية والمنوفية. كما نجحت في ضبط 35 طن مواد بناء بالمنوفية والدقهلية تم حجبها عن التداول بالأسواق لبيعها بأزيد من سعرها المتداول، ونجحت في ضبط أكثر من 36 طن أسمدة زراعية تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها وبيعها بأزيد من السعر المتداول بقنا والمنيا. وعلى صعيد التصدي لجرائم بيع سلع منتهية الصلاحية، نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط قرابة 8 أطنان جبن أبيض غير صالحة للاستهلاك الأدمي بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بالقاهرة، وضبط أكثر من 77 طن لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة للاستهلاك الأدمي بالدقهلية والقاهرة والجيزة. واستمرارا لنجاحات أجهزة وزارة الداخلية في التصدي لجرائم بيع سلع منتهية الصلاحية، نجحت في ضبط 210 طن أعلاف حيوانية غير صالحة للاستخدام الحيواني بحوزة مالك مصنع لإنتاج وتعبئة الأعلاف الحيوانية بالمنوفية، وتمكنت من ضبط 57 طن ونصف مواد خام ومستلزمات إنتاج بلاستيك غير مطابقة للمواصفات القياسية بمصنع غير مرخص لإنتاج المنتجات البلاستيكية بالقلوبية، وضبط أكثر من 15 طن منظفات صناعية غير مطابقة للمواصفات القياسية بحوزة المسؤول عن مخزن لتعبئة المنظفات الصناعية بالقلوبية. وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. وتمكنت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 849 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبوطات بلغت قرابة 321 طن مواد غذائية وغير غذائية، وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة 36 طنا. أما في مجال حجب الأرز الشعير والأبيض والبيع بأزيد من السعر الرسمي للأرز الأبيض فتم ضبط أكثر من 237 طنا. وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية تم ضبط قرابة 48 طنا. وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 985 قضية من بينها 207 قضايا خبز ناقص الوزن و277 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما بشأن إجراءات التقدم بطلب الحصول على جواز سفر روسي لسكان المناطق التي أعلنت روسيا انضمامها للاتحاد الروسي في سبتمبر الماضي، حيث سيسمح لسكان دونيسك ولوانيسك وزابوريجا وخيرسون بالتقدم بطلب للحصول على جواز سفر روسي مع مراعاة إعلان عدم رغبتهم في حمل الجنسية الأوكرانية. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إنه طلب مساعدة الهند في تنفيذ صيغة سلام، وخلال مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أشار زيلينسكي إلى أنه تمنى لمودي رئاسة ناجحة لمجموعة العشرين، مضيفا أنه يعول على مشاركة الهند في تنفيذ صيغة السلام التي اقترحها عبر نفس المنصة. من جانبه جدد بابا الفاتيكان البابا فرانسيس دعوته للسلام في أوكرانيا، جاء ذلك خلال إلقاء البابا فرانسيس خطابه الثالث
بمناسبة فترة عيد الميلاد في روما، ودعا البابا مرارا إلى السلام منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، بينما سعى للمحافظة على الحوار مع موسكو. أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تغييرات على تكوين اللجنة العسكرية الصناعية الروسية، مستحدثا منصبا جديدا وهو منصب النائب الأول للرئيس في اللجنة العسكرية الصناعية. ومنح المنصب لنائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف في السياق ذاته. أفاد مرسوم الرئيس الروسي بانضمام وزير حالات الطوارئ ألكسندر كورينكوف أيضا إلى اللجنة، بدلا من رئيس خدمة مكافحة الاحتكار الفيدرالية السابق إيغور أرتيمييف. دعت أوكرانيا إلى استبعاد روسيا من الأمم المتحدة بعد أكثر من 10 أشهر على بدء العملية العسكرية الروسية. وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية في بيان إن كييف تدعو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى حرمان روسيا الاتحادية من وضعها كعضو دائم في مجلس الأمن الدولي واستبعادها كليا من الأمم المتحدة. قال أمين عام حلف شمال الأطلسي ناتو يانس ستولتنبرغ إنه يتوقع أن تنضم السويد وفنلندا رسميا إلى الحلف في العام الجديد، ولم يكشف ستولتنبرغ متى قد يحدث هذا، معربا في الوقت ذاته عن ثقته بأن عملية التصديق سوف تكتمل في الوقت المناسب. قال مصدر قضائي فرنسي إنه تم إصدار لائحة اتهام بحق المشتبه به في قتل 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين في باريس، وأضاف أن قاضي التحقيق وجه للمشتبه به تهم القتل ومحاولة القتل على أساس عنصري، فضلا عن اتهامه بالحصول على أسلحة وحيازتها من دون ترخيص. يشهد الأردن موجة من الطقس السيء يصاحبها سقوط أمطار غزيرة في عدة مناطق، وأعلنت أمانة العاصمة عمان حالة الطوارئ المتوسطة للتعامل مع الحالة الجوية، كما أعلنت السلطات العمل على تصريف المياه من الشوارع. كما شهدت منطقة البتراء جنوبي الأردن سيولا جارفة عقب تساقط الأمطار، ما أدى إلى إجلاء مئات السياح. أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية السعودية عن سقوط أمطار رعدية غزيرة على مناطق الجوف وتبوك، وأضاف المركز أنه لا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على أجزاء من تلك المناطق وأمطار رعدية على أجزاء من نجران وجازان وعسير ومكة المكرمة والمدينة. حذرت حاكمة ولاية نيويورك من أن العاصفة الشتوية ما زالت بعيدة عن الانحسار، ووصفت العاصفة الثلجية التي تشهدها المنطقة بأنها الأسوأ في 45 عاما، وبدأت من مساء الجمعة واستمرت خلال عيد الميلاد في عطلة نهاية الأسبوع بغرب نيويورك. ووفقا لحصيلة بثتها وسائل أعلام أمريكية، فقد أسفرت العاصفة عن وفاة 50 شخصا على الأقل على مدى الأيام الماضية. استمر انقطاع الكهرباء في عدة مناطق بالولايات المتحدة بسبب العاصفة الشتوية القوية، كما تواصل إلغاء العديد أو تواصل إلغاء العديد من رحلات الطيران في عدد من الولايات، وتواصل السلطات جهود إزالة الجليد وفتح الطرق في محاولة لإعادة الحياة إلى طبيعتها.
رياضيا، يواجه منتخب الشباب منتخب غانا الأول للمحليين الثلاثاء في مباراة ودية استعدادا لبطولة كأس الأمم الإفريقية في مصر تحت 20 سنة والتي تستضيفها مصر. واختتم الفريق تدريباته للمباراة بقيادة محمود جابر في الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي. وأسفرت قرعة البطولة عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الأولى التي تضم موزمبيق والسنغال ونيجيريا. فاز فريق ليفربول على مضيفه أستون فيلا بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة 17 لبطولة الدوري الممتاز. النجم محمد صلاح تقدم للريدز في الدقيقة 5، ثم أضاف فيرجيل فان دايك الهدف الثاني في الدقيقة 37. ونجح النجم الدولي محمد صلاح في معادلة عدد أهداف أسطورة الريدز الاسكتلندي كيني دالجليتش في عدد الأهداف المسجلة بقميص الفريق برصيد 172 هدفا، ثم سجل اللاعب سيفان بياتسيريتش الهدف الثالث في الدقيقة 81، بينما سجل هدف أصحاب الأرض الوحيد اللاعب أولي واتكنز في الدقيقة 59. بهذا الانتصار ارتفع رصيد ليفربول إلى 25 نقطة، بينما توقف رصيد أستون فيلا عند النقطة 18. فاز نيوكاسل على مضيفه ليستر سيتي بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما ضمن المرحلة 17 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز. وبهذه النتيجة وصل نيوكاسل إلى 33 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد ليستر سيتي عند 17 نقطة. انتهت نشرتنا مشاهدينا، وإليكم تذكرة بأهم وأبرز العناوين. الرئيس السيسي يفتتح مصنعي إنتاج الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية في أبو رواش بالجيزة. الرئيس السيسي يؤكد أهمية وجود حوار مجتمعي حول قانون الأحوال الشخصية. بوتين يوقع مرسوما بشأن سكان المناطق الجديدة، وزيلينسكي يطلب مساعدة الهند في تنفيذ صيغة السلام. لمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة. شكرا على طيب المتابعة، كنا معكم آلاء طاهر وكريم حاتم، إلى اللقاء.